هذا سوق العطارين القديم يمتد إلى أكثر من 300 سنة. الحركة الآن في السوق جيدة جدا، يعني أحسن من العام، يعني بالتدريج بدأت الحركة، بدأت الناس تفهم أنه هذا السوق متكامل وإقبال عليه لا بأس، خاصة في هذا الشهر المقبل شهر شعبان يبدي الاستعداد للمسواق للتجهيزات الرمضانية. وهذا السوق يعني له نكهة خاصة في رمضان وباقي السنين، الروائح الطيبة والروائح الزكية. بالنسبة للأسعار يعني تقريبا مثل ما هي، شيء قليل الفرق يبين عند التجار يعني بالجملة، نعم، لكن عن مفرد ما مبين هذاك يعني الوضوح، يعني بعض الحاجات القليلة يعني تفرق لشيء بسيط، يعني ما تأثر يعني ما بتأثر. بس بالنسبة لأبو الجملة لا، بيه فرق كثير إذا مثلا يسوق مثلا مواد كثيرة. المتبضعين يعني عليش دي يجون؟ المتبضعين حقيقة الآن الإقبال قلتولك مثل ما قلتولك على اللوازم، البهارات، الجوز، الكشمش، طرشانة، التين، هذه الشغلات اللي هون تكون مجتمعة في هذا السوق. يعني العطارين يعني الحركة بيشلون؟ والله الحمد لله يعني أحسن من قبل، يعني حركة ناس يعني شوية قوية بعد ما كان السوق ضعيف، هسه الحركة كلش مليحة وبعد ينغاد الوقت. هذا الشارع هذا يعني يمكن 1000 متر هذا والسوق العطارين، يعني قبل كان مزدحم، زين شلون يحتي اكثر؟ والله يعني اذا جت مثلا دوائر دوله نقلت على الساحه الايمن يعني يصير حركه بينه، والاعمار ان شاء الله اذا تعمرت البيوت ورجعت الناس على بيوتها القديمه، لان انت تعرف المنطقه القديمه تحوي ما شاء الله عدد كبير من الناس، فإذا رجعت إن شاء الله وبنت بيوتها يصير حرب. تعتقد أنه على بداية يعني الإقبال على شهر رمضان يكون الحركة راح تكون أزيد، لأن الناس تتبضع على رمضان، لأن تعرف يعني صائمين فما يقدرون أن ينزلون وقت رمضان، فقبل رمضان يتبضعون خاصة بشهر شعبان هسا لرمضان. دائما تتبضع من السوق؟ والله دائما، وهذا السوق الرئيسي اللي موجود بالموصل، يعني مقدم الزمان التبضع كله يكون من هذا السوق الرئيسي، يعني كان مو بس هذا مفرد، الجملة والمفرد هنا بسبب الأحداث اللي صارت أهل الجملة طلعوا خارج السوق، بقى أهل المفرد، وهسه إن شاء الله أهل الجملة هم يرجعون، تبدأ بس يعني حركة الناس، السوق متكامل، أنظف من قبل، أحسن من قبل، أجمل من قبل، كثير كثير أفضل من قبل، يبقى بس حركة المواطن، أنه مواطن يجي يدعم هذا السوق. إذا المواطن جاء دعم هذا السوق راح يحتيه. أنت عندك شجرة زين وجبت أرقى أصناف الشجر وبس ما عاد تسقيه، شنو الفائدة؟ إحنا هسا سوينا أحلى سوق بالموصل وأحلى من قبل، بس يبقى أنه هذا يصير به حياة، يصير به ديمومة، أنه الناس يجي تتبضع زين، أهل الجملة كلهم يرجعون، كل السوق ينتعش. وهذا السوق مو بس عطارين، هذا السوق يعني كافة أنواع الأسواق موجودة بسوق باب السراي، من كل يعني كان يجي الشخص من القرية يسوق كل شيء.